ها هو نهر الفرات يتدفق بسرعة، يدق أبواب العراق ليدخل من جهته الغربية من منطقة يطلق عليها أعالي الفرات. نشأت على أرضه حضارات وأمم ما زال آثارها باقية ليومنا هذا، حتى وإن كان أغلبها في بطون كتب المؤرخين. الأنبار، أو ما يسمى سابقا بلواء الدليم، هي المدينة الأولى التي تضم الجزء الأول من نهر الفرات. يمر عبر أقضيتها وقراها المختلفة التي شكلت كتلا بشرية تعتمد على نهر الفرات في معاشها، ابتداء من مدينة القائم الحدودية المجاورة مع العربية السورية إلى أن يصل قضاء الفلوجة جنوب الأنبار، ليستمر في رحلته إلى بغداد ثم بابل ثم إلى الجنوب هناك. انطلقنا من مركز مدينة الأنبار نحو أعالي الفرات لنكتشف المزيد من المدن القديمة والحديثة التي أسست مع مسار نهر الفرات. استعنا بدليل من أهالي مدينة الأنبار، منار شاب كان عالما بكل القرى والنواحي التي تمتد من مدينة القائم نزولا إلى مركز مدينة الرمادي. الطريق إلى أعالي الفرات كان مقسوما بين صحراء وبساتين النخيل التي تجاور النهر، إلا أن مساحة الصحراء كانت شاسعة، شكلت مرتفعات صخرية رافقتنا طوال الرحلة حتى الحدود السورية. مررنا بنواحي وأقضية المحمدي والبغدادي إضافة إلى مدينة هيد كلها على الطريق، لنصل بعد مسيرة دام أكثر من 200 كيلومتر عند عروس فرات العراق كما تسمى، المدينة الحديثة أو قضاء حديثة. حديثة كانت أول وجهة لنا ونحن نسير مع نهر الفرات، ما زالت تغفو في حضن الفرات ولها جنات خضر من أعناب ونخيل. ما زالت الجزر الصغيرة تحاصر بمياه الفرات من كل اتجاه، كل شيء بحديثة يرمز إلى بيئة الواحة التي تقع على حواف صحراء الأنبار الشاسعة القاسية. تسمع خرير المياه وسرعة جريانه، ليس عميقا هنا الفرات كالعادة، فالقعر قريب، يمكن رؤية بطن الفرات بالعين المجردة. لعل تسمية حديثة جاءت من كون المدينة حديثة النشأة تجاه مدن قديمة مجاورة لها، وهي هيت وعانة، ولأهلها آراء مختلفة بالأمر. أما بالنسبة للتسمية فهي في التسميات القديمة كانت حديدانو، ثم تطورت إلى كلمة حدثت، وكلمة حدثت يعني المدينة الحديثة، بناء على إنها كانت المدينة المنشأة حديثا بعد الفتح الإسلامي، بعد أن استقر أحد القادة المسلمين في هذه المنطقة، فكانت ضربت له خيمة في هذه المنطقة تحديدا، في منطقة حديثة القديمة أو حديثة الحوجة كما يقال أو على ضفافها، فكانت يشار إليها إلى أنه في منطقة الحديثة أو منطقة حديثة. هذا رأي، ورأي آخر إنها يعني لفظة كما احنا نعرف في اللغة عندما تتحور اللغة من مصطلح إلى آخر. تسمى الجزر التي تتشكل في منتصف نهر الفرات في هذه المناطق بالحوائج، ومفردها حويجة، وأصل التسمية حويقة، أي الأرض التي يحيط بها الماء من كل اتجاه. استخدمها الناس مكانا لسكنهم لأسباب كثيرة، منها خصوبتها ولحماية أنفسهم أيضا من الغزوات التي واجهتهم على مختلف العصور. في حديثة ما زالت بعض هذه الجزر موجودة ومأهولة بالسكان،
أما الأخرى فقد ابتلعها الفرات لحظة هيجان مياهه في زمن مضى. تعتبر هذه المدينة هي أصل مدينة حديثة. كل أهل حديثة كانوا يسكنون هنا قبل توسع المدينة التي وصل عدد سكانها حسب تقديرات عام 2018 إلى 45 ألف نسمة. يسمى هذا الجانب من المدينة جانب الجزيرة. عند زيارتنا إلى حاويجة حديثة لفت انتباهنا أزقتها الضيقة وبيوتها الصغيرة التي كانت تدل على الاكتظاظ السكاني عليها. البعض أغلق أبوابه وانتقل بسكناه إلى الجانب الآخر، والآخرون ظلوا يسكنون فيها رغم ابتلاع المياه للجزء الأكبر منها. إلا أن كل أهل حديثة لهم ذكريات جميلة فيها، فهي جنة صغيرة تغفو على المياه. برج المراقبة هذا يؤكد نظرية أن الحويجة اتخذها السكان مكانا آمنا من هجوم الأقوام الطامعة عليها بسبب خيراتها. هذا البرج يعود إلى العصر العباسي. أهل حديثة يعتبرونه رمزا تاريخيا يؤكد على قدم وأصالة هذه المدينة. ربما كانت هناك آثار لأقوام آخرون جاءوا واستوطنوا هنا، إلا أن الفرات بلعها بمائه المتدفق ليبقى خالدا في كل الأزمان. حديثة مدينة ضمن هذه المعمورة، وكلنا يعرف أن وادي الرافدين موطن لكل السلالات البشرية من الأديان والثقافة بمختلف أديانها وثقافاتها وكذا. لذلك مر على هذه المدينة وعاش في هذه، عاش أصحاب الديانات السابقة، كان فيها يهود وكان فيها من الديانة المسيحية، ثم جاء الفتح الإسلامي واستوطنها المسلمون. هذه من الناحية التاريخية، لكن تسألني من الناحية المعاصرة، إلى فترة قريبة بل وما زال عندنا منطقة تدعى كيثري فيها أسر كثيرة من أبناء الديانة المسيحية وهم متعايشون، يجمعهم الانتماء إلى المدينة الصغيرة والانتماء إلى الوطن الكبير ضمن المسمى العراقي. زراعة الفواكه والخضر كانت المهنة الرئيسة لسكان الحويجة. تقام البساتين عند أطراف النهر لسهولة السقي. الناعور أقدم وسيلة عرفها الإنسان لسقي الأرض بالماء، فهو أول دولاب ناقل للماء بواسطة جرار صغيرة وبحركة دؤوبة. الماء هو المحرك الأساسي لهذه الآلة. ما زال الناعور يدور ويدور في حديثة، ولعل هذه النواعير الثلاثة هي آخر ما تبقى من أكثر من 1000 ناعور كان على طول نهر الفرات في قرى الأنبار المختلفة. التقينا غسان، هو عاشق للنواعير وآخر من تبقى من صناعها، فهو مهتم بإدامة هذه النواعير الثلاثة وترميمها بشكل مستمر وعلى نفقته الخاصة من أجل بقائها رمزا لمدينة حديثة. الصوت الذي يخرج من النواعير هو صوت دورانها، هو يحاكي الناس، لا يسكت أبدا إلا بانقطاع مياه الفرات. We'll be right back.
عملية بناء الناعور أو إنشاء الناعور هي مجموعة من الأعواد، أعواد التود تكون قوية مقاومة للمياه، تبدي بالعابر اللي ما يسمى، يعني نقرب للمتلقي الفكرة أنه شلون الشفت أو البولبرين، هذا العمود الرئيسي للناعور. تبدي الأعواد على شكل طبقات، 6 طبقات متكونة إلى حد 28 عود، يصل قطر الناعور حسب ارتفاع الأرض عن النهر، يعني نوبات 8 مترات 9 مترات 10 إلى 12 متر حسب الارتفاع. الطوق اللي يحيط بالناعور ليكون دائرة أو ونصف قطرها حسب القطر 4 مترات إلى 4.5 إلى 5 مترات. تكون عملية مسك العود بالآخر دائما يكون أشبه بالمسمار الخشبي الكبير، ويسمى بعقد العابر يسمى البلوع، ومن أطرافه يسمى الحف، فهي أشبه بالمسامير الخشبية، والهدف منها كل ما تكون بالمي كل ما تتماسك أكثر، وثانيا الحديد يقابل للصدى، فلهذا استخدام الخشب كل خشب بدون استثناء. يبقى موضوع الكوز باللغة، وإحنا نسميه مناطقنا الجاردة باللغة العامية الجوك أو الكوك، هو هذا الأشبه بالوعاء اللي يرفع الماء من النهر إلى الأرض، وتكون أعداده متفاوتة 10 20 25 حسب تيار المي. وأيضا هناك أشبه بالبروانة، وإحنا نسميها السريجة أو الشريجة، هي تدفع بالناعور عن طريق تيار الماء، كل ما كان تيار الماء قوي كل ما دار الناعور بشكل صحيح وعدم التوقف بالناعور. تم العثور على هذه الصورة في مكتبة الفاتيكان لناعور على نهر الفرات، مما يدلل على العمر الموغل في التاريخ لهذه الآلة القديمة. لعل السبب في تسميته ناعور أو ناعورة هو نعيره الدائم، أي الصوت الذي يصدر منه أثناء الدوران، فيه 24 عود على عدد ساعات اليوم، ويتقاسم الفلاحون ساعات السقي من خلاله حسب ملكية كل فلاح من الدوانم، فصاحب الأربعة دوانم يسقي أرضه 4 ساعات على سبيل المثال، ويتشارك في تصنيعه أصحاب الأراضي المجاورة ويتقاسمون تكاليف التصنيع حسب مساحة الأرض أيضا. انحسرت النواعير بعد تطور وسائل السقي، لم يبقى منها شيء إلا آثارها، وهي قواعد الحجر التي كان يستند عليها، تحولت إلى أطلال تتغنى على أيام مضت، تسمى هذه القواعد بالقرية. لم يسقي الفرات أرض أهل حديثة فقط، بل ساهم بمياهه المتدفقة بطحن الحبوب من خلال طواحين الماء، والتي اختفت هي الأخرى وبقيت آثارها في قلب نهر الفرات. لها آلية مشابهة لآلية الناعور، إلا أنها تختلف بعض الشيء في تفاصيلها، يطلق عليها هنا اسم الرحة المائية. موضوع الناعور والعجلة تطور من موضوع آلة للسقي أيضا آلة لطحن الحبوب، وهي تكون التيار أقوى وقطر الناعور يكون أصغر، ويتحول القوة من العمودي إلى الأفقي في سبيل إدارة الرحي وطحن الحبوب. وأكيد يعني مناطقنا اللي تشهد تيار قوي من نهر الفرات يبدي من دير الزور إلى مدينة هيت، الطواحين كانت منتشرة بشكل كبير. هو الناعور أكيد يكون عمودي، لكن الطحن يكون العابر أو الشفت أطول من الناعور السقي، فلهذا يتحول بها يسموها دناديل، شلون الخشب القوي يحول القوة من عمودية إلى أفقية في سبيل طحن الحجر، تفتر الحجر في طحن الحبوب، وهي يعني عملية ديناميكية واضحة. يعني زرنا البيت الثقافي في حديثة، يحاول بهاء الحديثي وهو مسؤول الثقافي في المدينة مع زملائه تصدير الارتقاء بآلة الناعور إلى مصاف العالمية من خلال إدراجه على لوائح منظمة اليونسكو.
أقام العديد من معارض الصور الفوتوغرافية التي تبين مراحل تصنيع الناعور، إضافة إلى إعداده تقارير تاريخية تدعم جهوده الدولية. وهناك العديد من المخاطبات بين دائرة العلاقات الثقافية والحكومة المحلية لإعداد ملف لإضافة المهارات والحرف اليدوية لصناعة النواعير على التراث العالمي اليونسكو. تم إعداد هذا الملف من مجموعة من المختصين وأرسل إلى المنظمة العالمية، وإن شاء الله في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة يتم التصويت عليه. بالنسبة أهمية هذا الملف بالنسبة لأهل المدينة والأهمية هذه الحرفة وإدامة هذه الحرفة، النواعير موجودة الآن، لكن بانقراض الحرفيين وعدم وجود الحرفيين ستنتهي هذه النواعير. لذلك تم التركيز على محاولة استمرار وديمومة الحرفة في مدينة حديثة لديمومة صناعة النواعير فيها، لأن النواعير في هذه المدينة هي هوية بالإضافة إلى جذب سياحي لهذه المدينة في المستقبل إن شاء الله. أنشئت على نهر الفرات في مناطق أعالي الفرات الكثير من الجسور الثابتة والمتحركة. الجسر العثماني أو كما يسمى هنا القنطرة العثمانية من الشواهد التاريخية المعاصرة الباقية آثارها لحد الآن، بناها العثمانيون ثم ساروا عليها منسحبين من العراق بعد دخول القوات البريطانية عام 1914. لذا شهد هذا الجسر دخول غازي وانسحاب غازي آخر من العراق. يقع هذا الجسر على نهر الفرات عند وادي حقلان الذي تفجرت المياه المعدنية الكبريتية من تحت أرضه الصخرية، لذا يقصد الكثير من أبناء الأنبار والمحافظات العراقية هذه المياه للعلاج من الأمراض الجلدية. التقاء هذه العيون بنهر الفرات يشكل لوحة طبيعية جميلة يتوجها الجسر القديم القنطرة العثمانية. هذا الجسر اللي يسمى جسر قنطرة حقلان أنشئ عام 1905 من قبل الحكومة التركية عندما كان العراق تحت حكم الأتراك. يحتوي على 11 بوابة. هذا الجسر كان المعبر الوحيد الذي يربط حديثة مع الحقلانية. هذه العيون في هذا الوادي كانت أربع عيون رئيسية اللي يسمى وادي حقلان، وكانت ممتلئة في الأسماك صيفا وشتاء، وكانت تمثل ثروة قومية للبلد لأنه كانت مستوى المعيشة بسيطة. وهذا الوادي أنعم الله عليه على أهل هذه المنطقة أنه وفر لهم ثروة. تختلط البداوة مع الفلاحين في مجتمع أعالي الفرات، لذا ينتمي الناس إلى قبائل مختلفة، إلا أنهم خارج قراهم ينتسبون إلى القرية التي يعيشون فيها، لذا يلقب الشخص بالحديث أو العاني أو الراوي إذا كان خارج قريته، إلا أنه في داخل قريته يعرف بقبيلته وعشيرته. يتكون المجتمع في حديثة في أصله من بيوتات يجتمعون في دواوين في أعمها، دواوين علم ومعرفة وأدب. الحويجة بالأول عبارة عن عوائل، كل عائلة تمثل عشيرة معينة. كل مكان بالبيت توجد غرفة مخصصة، يعني مو مثل سماء احنا مثلا نقول ديوان فلان، ديوان فلان سجز تلقاه فد 30 40 متر والارتفاع، لا غرفة
بسيطة تعتبر هو ديوان لهذه العائلة. أما عشائر متواجدة عدة عشائر، بيهم الأعنزة، بيهم السادة، بيهم بيات، بيهم بحيات، بيهم الجواعنة، بيهم الصميدة، بيهم الزاويين اللي هم العرجية، بيهم الشمر يعني بيت جعفر، بيها من بني داهر، بيهم يعني شلون تقول علي باشا، بيت نصار. والله أخاف تفوتني بعض العشائر البقية. هو عبارة عن خليط من العشائر بالمنطقة موجودة اللي هم كلهم بالحويجة. الصدفة هي من جمعتنا بعبد الله، هذا الشاب الذي راحت أنامله تعزف ببراعة على آلة موسيقية يطلق عليها المطبج أو المطبج كما يسموها أهالي أعالي الفرات. هو من القلائل الذين ما زالوا يعزفون على هذه الآلة بعد تنامي المد الديني والقبل في هذه المناطق. يجلس على أطراف نهر الفرات ويناغي الطبيعة بألحان جميلة. قلنا ننزل عالشط نحيش قصر زين ونطلعها على السطح شرح حق اسبوع. ايه الماتيه بس تصير قويه، من تضربها تصير قويه، وبعدين نجيب موس نشرح هاي الزمامير نسويها صغار، ها هي تطلع الصوت. يعني مثلا شو اقول لك، الالوان مالته المواليه، العتابه، النايل، السويحلي نسميها احنا بالعاميه، وكل شاعر يعزف شكل، ونستخدم المطبق بالمناسبات مثلا الاعراس، الحفلات، اعياد الميلاد، الجلسات الخاصه نستخدم المطبق. ايه لان هو يعني شيء متميز بحديثه. ها اقضي وقت في المطبق، ما اطلع بالشارع، ايش اطلع تسمع شاي زايده؟ انزل على بهالشط اظل العب مطبق، فرغ حزني كله بالشط. الله العظيم يلتمون لها الجيارين كلها تحب المطبق، وانت تلعب ما تجزع. غادرنا قضاء حديثة وتوجهنا نحو أعالي الغرب قاصدين مدينة عانة، وهي أقدم مدن التاريخ. للفرات معها قصة حزينة، لجم هيجان الفرات المستمر وفيضاناته من خلال هذه البحيرة التي أغرقت عانا بالكامل. تحت هذه المياه ماتت بساتين وبيوت ونخيل عانا، ارتضى أهلها أن يكونوا قربانا لباقي مدن العراق كي ينشئ سد جديد سمي في وقتها سد القادسية، الذي ألزم أهل عانا الغرق. عشنا في مدينة عانا منذ نعومة أظفارنا ونحن
ومن قبلنا وأجيال كثيرة سبقتنا في المدينة القديمة. تزامن ذلك مع بساتين ومع نواعير ومع نهر الفرات وذكريات الفرات، إلا أنه في يوم من الأيام بلغ أهل المدينة بأنهم سيرحلون من هذه المدينة إلى مدينة ثانية تغاير ما موجود في هذه المدينة، أقصد القديمة. ليش؟ كان السبب الأساسي هو إنشاء سد القادسية أو سد حديثة كما يقال عنه الآن، وشملت المدينة بهذا الشيء، أي أنها ستكون ضحية مشروع سد حديثة. وحاول الوجهاء وحاول المعنيون وحاول المثقفون وغيرهم من الوصول إلى رأس الهرم وإقناعهم بعدم شمول المدينة بهذا المشروع، لأن تحوي الكثير من ذكرياتهم والكثير من أموالهم وممتلكاتهم وكذا. إلا أن الإقناع تم من قبل الجهات الرسمية حين ذاك بأن هذا السد مطلوب ويجب أن يكون، وما على المدن التي ستشمل في حوض النهر أو في حوض السد إلا أن تضحي ويكون لها بديل. أبو مصطفى أحد سكان عانى، دعانا إلى أن نقف معه على أعتاب هذه البحيرة حيث يجلس هنا يتذكر بيته القديم وبستانه وطريق المدرسة وذكريات أمه وأبيه التي غرقت تحت هذه المياه. هو يتذكر والدمع رقراق في عينيه. يوميا عندما أنزل إلى هذه المياه أخاطب المياه، أين ذهبت؟ أين أغرقت مدينتي؟ وين راحت هاي البيوت، هاي الشوارع، هاي الأزقة؟ الناس كانت عايشة في أحلام، في مدينة لا توصف إلا بالأحلام. المهم كثير من شيابنا، كثير منهم ماتوا في تلك السنة، سنة 85-86 عندما جينا للمدينة، أكثر كثير من شيابنا أصيبوا بالإحباط وماتوا. نحن يعني أنا من واحد من الناس اللي عشت في عانة القديمة ولازلت يعني إلى حد اليوم، هاي صار 35 سنة إحنا من غرقة المدينة وانتقلنا للمدينة الجديدة، لازلت أحلامي في الليل وذكرياتي في يعني لا تراودني أحلام في مدينة عانة الجديدة، أحلامنا كلها في عانة القديمة. هذه هي عانة الجديدة الجميلة بتصميمها العصري، لكنها فقدت روح وأصالة الماضي. بيوتها وأزقتها متشابهة، بنتها شركة فرنسية في ثمانينيات القرن الماضي عوضا عن بيوت أهل عانة القديمة. ما يوجد فيها من أشجار نبت حديثا على أطلال جنات قديمة. الأديان جميعا عاشت على مرور الدهر بسلام في مدينة عانة، حيث كان لليهود وجود كبير في هذه المدينة إضافة إلى المسيحية، ليأتي الإسلام بعد ذلك ويكون الفئة الغالبة فيها. اختلف المفسرون بقدم تاريخ هذه المدينة وسبب تسميتها بعانة. مدينة عانة هنالك عدة آراء في التسمية. المسمى اللي هو أقرب إلى الصحيح هي أنها آلهة كانت تعبد في مدينة عانات وأوغاريت ودمسقس في سوريا، فهي إحدى الآلهة التي كانت تعبد. المدن التاريخية دائما أستاذ عندما تقاس مدى تاريخ هذه المدينة هو وجود اليهود. عندما جاء كورش وهو القائد
الفارسي وغزا بلاد بابل وخربها في عهد الملك نبوبلاسر اللي كانت مملكته أو حكمه يميل إلى الضعف وإلى الاضمحلال ودور القيادي في قيادة بلاد بابل. فهنا كورش أطلق سراح اليهود من بابل، اتجهوا نحو الشمال أو الغرب العراقي وسكنوا مدينة عانات أو مدينة عانة، وفعلا كان هنالك عدد من البيوتات والعوائل اليهودية تسكن في مدينة عانة. هذا ما تبقى من آخر رمز تاريخي لمدينة عانة، منارتها القديمة التي تعود إلى العصر العباسي المتأخر، فجرت من قبل جماعات إرهابية احتلت المدينة، كما احتل كل حوض غرب الفرات في عام 2014. داعش عبث فسادا في كل أرجاء المنطقة، لم تسلم قرية أو قصبة أو قضاء من آثاره العدوانية. شعار محاوط الأنبار هي هاي المنارة، منارة القلعة. تم نقل هذه المنارة إلى وتصفيتها من جديد بأسسها، بحجرها القديم، بالجص القديم، نقلت إلى مكانها في شرق المدينة ببضع كيلومترات، تطل على البحيرة وتطل على المدينة في آن واحد، وكأنها تقول ضيعتموني يا أهل عانة، تحاورهم وتحاور الفرات الذي أصبح مقيدا بالسد، أصبح بحيرة وليس نهر جاري. ولكن يد الإرهاب ويد الحقد والكراهية امتدت لتنال من هذه المنارة. لليل طعم آخر مع أنواره الخافتة على نهر الفرات في المنطقة الغربية. في الصباح انطلقنا نسير مع الفرات قاصدين مدينة أخرى وهي راوة. راوة جنة خضراء تخفو على الفرات. راح دليلنا في هذه الرحلة منار يقطف من خيرها الجزيل، فالأعناب والرمان والتين والكمثرى تنتشر في شوارعها وهي حل للمرة هناك. هي كباقي مدن أعالي الفرات، الزراعة فيها عامرة، يعتمد سكان هذه المناطق التي نمت على ضفتي الفرات على الزراعة بالدرجة الأساس، وكل منطقة تختص بمحاصيل معينة، فالبطاطا على سبيل المثال هي المحصول الأوفر زراعته في راوة. الأسر والعوائل هي من تزرع وتحصد، كهذا الرجل الذي يستخدم أبنائه كأيادي عاملة في إدارة هذه البساتين الكبيرة. أعالي الفرات تنتشر بها زراعة النخيل، ونخيل أعالي الفرات الناس تعرف هذه تعتبر من أحسن تمور العراق، لأن تكون يعني رطبة وتعتبر درجة أولى بالنسبة لتمور العراق. الناس هنا يعني عندما تجي على القرية تلقى العائلة تتكون من مدرس، من مهندس، من معلم، من كاسب، وبنفس الوقت هذا الشخص هو هاي العائلة تملك أيضا مساحة من الأرض، فأهل الأرض نفسهم ممكن تلقى معلم عندك يعني مساحة من الأرض هو يشرف عليها ويعتبرها مثل هواية، وأرض مثلا ورثة عن أبوه أو عن جده وينتج. يعني هنا قليلين الناس اللي يعتمدون على الأيدي الخارجية،
فأغلب الزراعة عندنا هنا العوائل هي نفسها تنتج وتزرع وتعتمد على تركيبته الموجودة بعيدا عن استئجار أو إيجاد فلاح أو إيجاد مزارعين من مناطق أخرى. بالنسبة للفلاح ما يبقى بس شلون نقول على الزراعة، احنا جانين غنم وجانين أبقار وجانين عندنا حقول مال دواجن من ضمنها، فشلون كلها شلون نقول لازميها ونشتغل بيها، يعني الحلال واحد والحيوانات شو اسمه الأبقار واحد وحقول الدواجن واحد، فشلون نقول ويا الزراعة ويا هاي عايشين بيها مستقرين عليها. الأسواق في راوة كباقي أسواق مدن أعالي الفرات هي سوق لتصريف المنتجات الزراعية والحيوانية التي ينتجها الفلاحون على امتداد شريط الفرات الخصيب، يباع جزء منها للاستهلاك المحلي والباقي يباع للتجار الصغار ينقلونها بدورهم إلى تجار الجملة في محافظة الأنبار لتوزع بعد ذلك إلى كل المحافظات العراقية الأخرى. راوة تعتبر مدينة علم ومعرفة، فالراويون والعانيون والحديثيون وغيرهم من سكان أعالي الفرات يجمعون بين الزراعة والاهتمام الشديد بإكمال المراحل الدراسية. فإحنا بيت واحد وليس عشائر. توقفنا عند أحد مثقفيها ومؤرخيها لنطلع على شيء من تاريخ راوة وسبب تسميتها بهذا الاسم. حلوة راوة، حلوة شانت. مدينة راوة شبه جزيرة، شبه جزيرة، ليست جزيرة وإنما شبه جزيرة، يعني يحيطها الفرات من ثلاث جهات. سكن أهلها على ضفاف نهر الفرات. سميت راوة، يقال أن جدنا كان يروي الحديث يحيى بن حسون، وقد تثلمذ على يديه كثيرا من أهل عصره، من رجال عصره، ويقال أنها شريعة كانت ترد فيها عليها القبائل، القبائل العربية التي تسكن الصحراء. الكرم والضيافة هي أحد العلامات الفارقة في تاريخ أهالي أعالي الفرات. المجتمع الزراعي مع كميات المواشي التي يملكونها جعلت منها المادة الرئيسية في طبقهم الطعامي. يشتهر أهل هذه المناطق بأكلة مميزة ألا وهي الدليمية التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى لواء الدليم سابقاً، والذي كان يطلق على محافظة الأنبار. أبو حسن أحد أشهر طهاة المنطقة الغربية بتقديم هذا الطبق المميز والشهي، حيث يجمع ما بين لحم الغنم والرز والخبز. الدليمية الأنبار تشتهر بالدليمية، أرقى أكلة بالأدنى بالأنبار هي الدليمية. لازم الطلي يكون مادديرة، طل صغير هرفي، ونشتغل يعني على يجينا الخاطر للدليمية، تتقدم له الصينية للدليمية، يعني تقدير للخاطر. وهذه يعني هاي أكلاتنا المشهورة بالرمادي بالأنبار كله. أختار الطلي وأذبح الطلي، أصلخه وأكمله وأسطره وأقطعه وعسلق، يكمل عسلق حسب الطلب، ونزله ورا ما يكمل سلق يتخمر، عندنا نخمره تخميره وندخله بالفرن، يعني شوي نجهز كامل مكمل، ورا ما يكمل نثرد المنسف، يسمى منسف الدليمية، ويتشرب ومن التمن وبرياني، ورا البرياني عاد يترتب ينسحب الطلي من الفرن وينحط فوق الصينية. يقدم هذا الطبق في مناسبات أهالي أعالي الفرات السعيدة والحزينة، حيث يقدمون الخراف كاملة على موائدهم تقديرا وحبا لضيوفهم. يجتمع الأهل والضيوف على هذه الموائد الدسمة وخاصة في الأفراح، لها نكهة مميزة، فبعد أن تشبع البطون يعزف التشوبي، وهو نوع من الفنون التي تشتهر بها المناطق الغربية. الشوبي لون
مميز بالنسبة للمناطق الغربية في الأنبار؟ هو كدبكة طبعاً، إحنا عندنا في الصحاري الدحة، وفي المناطق الريفية من الأنبار يعتبر تشوبي من أهم وأرقى أنواع الدبكات الموجودة والرقصات التراثية، جزء لا يتجزأ من تراثهم وأصالتهم موسيقياً. يعني لما تيجي تتناول الشوبي كموسيقى يتناولون المطربين بمختلف أنحاء العراق على مقام البيات. الشوبي يتكون من 8 إلى 10 شدة، أو واحد أو اثنين روسانية يعتبرون. الروساني هو يقود الشدة، هو ينطي عازل للشدة، هو ينطي عازل للطبل، الطبل عينه على الروساني والشدة عينها على الروساني، يأشر له مثلا الدقة ايش قد يريد يدق، مثلا واحدة أو اثنين أو واحدة واثنين أو سبعة، اللي يأشر له بهذا الشيء فهمه ابن الغربية. يعني علامة الضربة، علامة الضربة، الضربة تكون تضرب ضرب الأقدام في الأرض مع دقة الشوبي. يستمر الفرات في جريانه، ينشئ على جنبيه الكثير من المدن والحضارات والثقافات المختلفة، يشق الجسد العراقي بمياهه الزرقاء المتدفقة، يبقى خالدا ورافدا أبديا، يسقي العراقيين بمائه العذب، ماء الجنة كما أطلقت عليه الأقوام العراقية السابقة.